الكعبة المشرفة، مهد الرسالة المحمدية. معنا من المملكة العربية السعودية فيديو للمتسابق أويس الحسين. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرة. يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير. لك يا رسول الله صدق محبة، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى. بأبي وأمي أنت يا خير الورى. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سمعنا مع بعض صوت المتسابق أويس الحسين من المملكة العربية السعودية، ودلوقتي هنعرف رأي لجنة التحكيم. دكتور طه، اسمح لي في البداية رحب بحضرتك وأحيي كل مشاهدي قناة اقرأ المحترمة. المتسابق الأول أويس صوت قوي، ولكن هو بيحمل على نفسه أكثر من لازم، بمعنى ولو كان خفض الطبقة تون بس أو علامتين حتى كان هيبقى أفضل. الجملة بتكون قصيرة ولكن بيعبي كمية هوا في صدره كثيرة أكثر من اللي هو محتاجه، فبالتالي بتظهر في نهاية الكلمة، يبدأ يزود حرف معطرة، بقت هاء، هو عايز يقول معطرة. لو واخد كمية هوا بسيطة، وكان دايما الشيخ بتاعي في الكتاب يديني في الآيات اللي زي دي يقول لي تخيل إن في مقص، لأن في قراء بتغلط كتير، يغير حرف. ألم يجدك يتيما فآوى، فآوى ولا فآوى، لا همزة ولا هاء، كأن مقص وبيقص الصوت معطرة. تيجي نسمع الجملة دي منك يا ياسين. يا رسول الله أنت حبيبي واسمك في قلبي معطرة. أيوة، أو فن الارتجال، هو ارتجل، ده نوع برضو من الإنشاد، إنه يرتجل على أي موقف. هو ألف الأبيات دي؟ هو قال من عنده، من عندك. طبعا، صلي على النبي. ما شاء الله، اللهم صلي على النبي. ما شاء الله، ما شاء الله يا أستاذ ياسين، أحسنت. أدعو الله له بالتوفيق، وصوته إمكاناته كويسة جميلة، لكن ما وظفش صوته بالطريقة اللي تستحق. شكرا يا دكتور طه. الأستاذ عبد الرحمن، إيه رأي حضرتك؟ أخ أويس خامت صوته رائعة جدا، يعني بس ما اشتغل إلا على مساحة محدودة من صوته، وكانت للأسف مرتفعة شوية عن طبقة صوته الحقيقية. كنت حاب أسمع إنه ينوع، يعني يرست شوية، يروح على عجم، يروح على سيكا، يعني يكون في تنويع شوية في المقامات، لكن هو في المجمل رائع بصراحة. أتمنى له كل التوفيق. شكرا لحضرتك. الأستاذ أحمد الطلحي، إيه رأي حضرتك؟ تحية طيبة ومباركة لك أستاذة مي في هذه الحلقة الجديدة المتجددة. أنا اليوم شايف بسم الله ما شاء الله زي ما يقولوا إخواتنا المصاروة المصريين، يعني ضرب نار من الأول كده، بديين من السعودية وبهذا الحضور الجميل جدا. سيدي أويس بتحييك أنت في أرض الحرمين الشريفين، صح عليك والله، والله لا صح عليك حقا. يعني شيني صح عليك؟ إنك أنت جايب كرسي وجالس
ومتهيئ ومتهيب لهذا الموقف. ذكرني بحديث حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من نحن في دوحة صناعة مداحه صلوات ربي وسلامه عليه. معلومة بسيطة وسريعة لكن هي قيمة. هذه المعلومة أنه ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسي للوعظ والإرشاد، بل كان هناك كرسي للمنشدين. فهو الآن يوم يحضر هذا الكرسي، هذا الكرسي كان أصلا من صنع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه سيدنا حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وسيدنا صلى الله عليه وسلم يعني يدعم الطاقة الإيجابية عن سيدنا حسان، يقول ويؤيدك روح القدس. يعني أنت بس مش جالس على كرسي، أنت ويؤيدك روح القدس، أنت اليوم جالس على كرسي في بلد سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. حق صح لك، رب يعطيك الصحة والعافية. شكرا لحضرتك وشكرا على المعلومة الجميلة. الأستاذ ياسين، إيه رأي حضرتك؟ سيدي أويس، أوجه لك كل التحيات الطيبات. يعني صوت قوي، صوت نقول عنه نحاسي، صوت ما شاء الله ممتلئ. أنا يعني أنا أحب هذه النوعيات من الأصوات، بغض النظر على أنه هي كانت طبقته فعلا مرتفعة، لكن كنت حابب أسمع منه المجس الحجازي. يعني أتمنى له كل التوفيق إن شاء الله.